إذا هلا إذا بنطلع على السايكل كونفرتر رح تلاحظوا في عندي لود هون. اللود أنا بدي أغذيه بـ AC. فال رح يكون لمدة 180 درجة من صفر لباي. مين رح يشتغل؟ البوزيتيف جروب. بنسميها بوزيتيف جروب، هي ريكتيفاير بس الكتب بشكل عام بتسميها بوزيتيف بوزيتيف جروب. هاي رح تشتغل من زيرو لباي ريتنس. خلال الفترة هاي رح تعطيني البوزيتيف فولتج، وبعدين خلال فترة 180 درجة الثانية من باي لاثنين باي راديانس رح تشتغل النيجاتيف. هاي رح نسميها النيجاتيف جروب اللي موجودة مباشرة. بنشوفوا في مشكلة هون. ايش ممكن تصير المشكلة اللي هون؟ لاحظوا وين البلس هون؟ هون وهون ايش عندي؟ العكس هون بلس. اذا لو شغلت التنين هذول مع بعض ايش رح يصير عندي؟ شورت سيركت. اذا لازم ننتبه انه ما يشتغلوا هذول التنين مع بعض، لازم السويتشنج اللي بعمله على هذول يكون انتبه انه هذا لما يطفي يوقف الكرنت هون يوصل زيرو، بعدين بشغل هذا. ما بصير اشغل هذا وهو الكرنت اللي هون ما وصل زيرو والعكس. وفي طبعا هذا حلين رح نحكي عنهم بعدين. ماشي تمام. بدي اشتغل بالفايرنج انجل بحيث انه الفايرنج انجل ما اشغلها الا لما يكون. لاحظوا هذا ناتشرال كوميتيتد لانه السبلاي تبعه اي سي، فلانه السبلاي تبعه اي سي ما بحتاج فورست كوميتيشن، وبقدر استخدم ايش الكومبوننت اللي بقدر استخدمه اذا هون؟ اذا كانه ناتشرال كوميتيتد السي ار. تمام، بقدر استخدم السي ارز من هون. خلينا نطلع على مثال لسايكل كونفرتر. رح نستخدم رح استخدم انا سنتر تاب ترانسفورمر في البدايه. إذا لو طلعنا هون رح ناخذ سنجل فيز. هاي عندي هون سنجل فيز، هاي هون سنتر تابت ترانسفورمر. والآن رح آخذ هلا هاد هاي رح تكون البوزيتيف جروب، وهذا رح أسميهم واحد، وهذول راح يطلع عندي الاوتبوت تبعهم هون. كمان راح اخذ الان من هون من هاي النقطة وهذول راح اسميهم ثلاثة واربعة. هلا لما بدي بوزيتيف فولتج على اللود، هاي اللود راح نحطه هون، هاي مشبوكه هيك بهذا الشكل. خلينا نشبكها. هلا هاي النقطة مشبوكة مع السنتر تاب، نسمي هذا الفولتج في A، هاي رح نسميها مثلا C النقطة، وهاي أو أسمي النقطة هذه A، رح أسمي النقطة هاي، هذا رح أسميه في لود، طبعا هو AC رح يكون، رح يكون AC لأني أنا رح أشغل لو 180 درجة رح أشغل هون، ولا 180 درجة الثانية رح أشغل. طبعا بدي انتبه ما اشغل هذول التنين مع بعض، ايش اللي لو شغلتهم رح يصير عندي شورت سيركت؟ طلعوا هون هلا لو صار عندي هي واحد واربعة، لو شغلت واحد واربعة ايش رح يصير؟ شورت سيركت. اذا واحد يصير ثلاثة اثنين وثلاثة. ماشي الكل فاهم ليش؟ إذا شغلت واحد وأربعة شوف شو راح يصير عندي، راح يصير عندي الفولتج راح يكون بوزيتيف هون، راح يرجع هيك، كأني حاطط شورت سيركت بين A وB مظبوط؟ ونفس الشيء لو كان الفولتج بوزيتيف هون وشغلت اثنين
ثلاثة كأني حامل شورت سيركت على السطح. إذا مين راح يشتغلوا معي؟ راح يشتغل معي واحد. راح يشتغل واحد مثلا يا واحد يا اثنين راح يعطيني هون، أو ثلاثة وأربعة راح يعطيني نيجاتيف فولتج. هلا بنشوف كيف راح نرسم الويف فورمز من هون. أوكي هاي هلا إذا هون طبعا هاي إيش بتشبه؟ إيش بتذكركم هاي الدائرة؟ شفتوا دائرة زيها وين؟ الريكتيفاير. تمام، إيش كانت الريكتيفاير اسمها؟ كانت سنتر تاب. إيش كان في عندي ريكتيفاير سنتر تاب؟ حطينا دايود هون، حطينا دايود هون، مزبوط، شبكناهم التنين مع بعض. أو إذا بدنا نرسمها، أنا أرسمها عشان تطلع زي هاي بالضبط. هاي مش بتشبه نص الدائرة هديك؟ إذا إيش هاي فيها؟ فيها positive rectifier. هاي فيها هاي الريكتيفاير هي نفسها هاي، بس إحنا شو ضفنا لها؟ negative rectifier يعطيني العكس. ارجع هون اطلعوا، إذا هدول التو دايودز واحد واثنين وين هون موجودين؟ هيهم هاي، مش هيك؟ ثلاثة وأربعة وين هم موجودين؟ هون، وراح يتكفلوا هدول بالبوزيتيف سايد. فإحنا باستعمال تو ريكتيفايرز عمالنا بنحقق اي سي فولتج على هذا اللود من هون، مرات بنشغله بوزيتيف مرات بنشغله نيجاتيف. إذا هذا عبارة عن الريكتيفاير هاد، وكان ممكن بإمكاني أعمل نفس الشيء، كان ممكن أرسم أمحي هاد وهذا يكون ريكتيفاير جاي بهذا الشكل. ممكن كان أحطه هيك، كان بإمكاني أعمله زي هيك وأعمله زي هيك، وراح يطلع نفس الشيء. أعكسهم هذا مين بيشبه؟ بيشبه النيجاتيف اللي هو 3 و 4. فاحنا في عندي هذا ريكتيفاير فول ويف ريكتيفاير، هذا فول ويف ريكتيفاير، بس الطريقه اللي شبكت هذول التو ريكتيفايرز شبكتهم معكوسه. هلا رح ارسم الويف فورمز عشان نشوف شو راح نشغل من 1 و 3 وشو راح نشغل من 2 و 4. اطفي بالله اذا سمحت. اذا وبالمعنى